اسمي أسعد عثمان عبد العال، مواليد 13 آب 1929، مولود في الغابسية. الغابسية بلد ما فيها مي للري. انتقلنا، والدي انتقل إلى بلد اسمها السمرية اللي هي على الساحل، واشترينا أرض هناك وعشنا فيها حتى طلعنا منها بالاحتلال من اليهود سنة 48. عشنا فيها حوالي 10 سنوات بهاي القرية مع أهلها. طلعنا على بلد اسمها دير القاسي على الحدود اللبنانية، بقينا شهر الهدنة، صار في هدنة سنة 48. بس خلص شهر الهدنة لقينا الوضع العربي مشين، فات 7 جيوش عربية على فلسطين، فاتوا ليحرروها، حرروها منا مش من اليهود، حرروها منا. هاي المعركة اللي قلت لك عليها، نزل ناس عليها من القرى المجاورة بإيديهن بالحجار بالعصي بالكذا، وكسبوا أسلحة من اليهود، كان جيش الإنقاذ هناك شلحن الأسلحة، أول 10 15 خرطوشة. بدنا ندافع على 15 أيار، بعد 15 أيار فاتت الجيوش العربية. كان النتيجة إنه تراجع تراجع تراجع، وصار اللي صار. طلعنا من بدير القاسي، عندنا شهر شهر الهدنة، طلعنا اجينا على المعشوق بسور، وبعدين فتح عين الحلوة، اجيت على عين الحلوة. خلينا نحكي على القرية شو بدي المختار والقرى بالإجمال. قرى بالإجمال كان في حياة اجتماعية بالقرى منقطعة النظير، هاي حياة اجتماعية ألذ من هيك ما في. منها خلينا ناخذ الأعراس، خلينا ناخذ الأعراس، الزواج، واحد بده يتزوج، خطب وكل شيء والى اخره، بده يعمل العرس. قبل اليوم العرس باسبوع ليلية تجتمع اهل البلد، يعملوا صف دبكة وغناء وغاني وكذا والى اخره ل7 ايام، ويجوا شعراء يغنوا وكذا الى اخره. يوم العرس، يوم العرس، كان اي عريس في اي قرية يدعي القرى المجاورة للعرس. كيف يدعي القرى المجاورة؟ وكيف تدعى القرى المجاورة؟ في حالين، في حال الافراح وحال الوفاة. كتاب واحد لوجيه القرية، فلان الفلاني، لا اهالي قرية الفلانية، هاي دعوة للعرس معناها عامة. يوم العرس غدا كل هاي الناس إن كانوا 100 وإن كانوا 1000 على أهل العريس، على أهل العريس. أنت بدك تتجوز، عزمتنا، أنا باجي على العرس، باجي بواحد من 2 أو بجيب هدية معي او بدفع ماديا نقوط يوم الفرح. اللي وكانت قرى كلها وبزارعين والى اخره، اللي بجيب هديه شو بجيب؟ او كيس رز، او قهوه، كيس كان كياس هيك افخور، او المزارعين حمل خضره بتنجان او بندوره او الى اخره. اللي ما عنده من هذا كله يجيب خروف، يجيب سخل، يجيب عجل. هذا تقدمي. لا هالهدايا اللي اجت يطبخوا منها ويحضروا الغداء منها. ومرات يصير في فائض عند اهل العريس، معناه اهل العرس اللي عملوه وقدموه ما تكلفوا فيه.
إذا صارت حياة شو؟ تعاون صار. طيب نفرض عرس فيه 400 500 واحد ودين يتغدوا، أهل العريس منين بدهم يجيبوا صحون ومعالق وطناجر لهالشغلة؟ بجيب لـ 400، يروح هو بده يروح فيها. كان سائد بهديك الأيام أدوات الطبخ وأدوات الأكل صحون نحاس نحاس، وبيبيضوها، بيجوا مبيضين بيضوها، شو بتطلع بتلمع. دوروا على البلد يجمعوا صحون البلد وطناجر البلد ومعالق البلد لطبخ العرس. كيف يجمعوها؟ كيف يرجعوها؟ بدك تسألني كيف رجعوها؟ كل واحد كان بالبلد طناجر نحاس اسمه محفور على الأداة تبعته. طيب صار العرس، صار الغداء، بدهن طاولات، فيش طاولات، قرعة طاولات تسع الناس فيش. يخلعوا الابواب والشبابيك، حطوا تحتها الحجار ويعملوها طاولات وكراسي صغيرة هالقد هيك عليه تقعد الناس. كان في مكان يقعدوا فيه يعني، ولا فسحة؟ الأبدال في فسحة مش بالبيوت، غالبا تصير الأعراس بالصيف وبالربيع. حتى لما كانوا يعملوا سهرات ما كانش في كهرباء في هذا، كانوا يولعوا نار مشان تعمل ضو وكذا الى اخره. طيب يجيبوا الابواب وهالشبابيك يصفوها ويحطها تحتها الحجار تصير مثل طاوله. مرات كثير تفضلوا تغدوا، ايه عزموا البلد الفلانيه ما عزموناش، احنا عزموهن قبلنا ما عزموناش وكذا، ناس تاخد على خاطرها. صار قطعا لهالحديث هذا يوقف عب واحد على مرتفع شو يقول؟ عيش يا جوعان ومي يا عطشان، والله لا يسامح اللي بيجي اللي ما بيجي ياكل على حساب اهل العريس. شو صارت الدعوه؟ عامي هاي الافراح. انت حجي تزوجت هناك؟ لا تزوجت هون. هاي الافراح، الاحزان، اجتماعات كذلك. ويجيبوا معهن شيء مثل ما جابوا هناك يجيبوا هون، لانه بدهم اخذ الخاطر بين وقت والتاني. واهل العريس، اهل اللي بيجي من قرى تانية ومن هون ومن هون بيجوا بتجمعوا، مش اهل القرية لحالها. لما يصير وفاة كل القرى المحيطة بدها تيجي تحضر الدفن. المقربين من اهل العريس، من اهل المتوفي، يجيبوا معهم شيء للوليمه عن روح المتوفي الى اخره. والاهم من هذا، الحلو بالقرى القريبه عن بعضها، قريبه عن بعضها، يجتمعوا اهل القوام وجهاء القرى، مثلا 4 5 قرى، يجتمعوا الوجهاء هدول يوم الجمعة. عم بدنا نصلي بالقرية الفلانية، نروح على القرية الفلانية عند وجيه القرية الفلانية. مثلا القرى اللي اجتمعوا ألف وباء وجيم ودال، راحوا عند القرية ها، اجتمعوا عند وجيهها، بيصلوا عنده قبل الصلاة، بقعدوا بيشربوا قهوة بدخنوا وكذا، بقوموا على الصلاة مع بعض، بيرجعوا من الصلاة بتغدوا عنده، بقوم واحد من الموجودين الجمعة الجاي الغداء عندي والصلاة عندنا بلدنا. شوف كيف كانت حياتنا. هاي الأعراس والوفيات في حال عائلي نكبت، عائلي نكبت، واحد من العيلة قتل قتيل، القتيل الولودية صح؟ صح. مسؤول عن الدية أهل البلد كلها، أهل البلد إذا سامع مثل بقول بدفعوا بالدية وبوكلوا بالدية، مسؤول عن الدية أهل البلد كلها. أنا
اتنشأت هو فلسطين. وأنا شربت مية فلسطين، وأنا اتمرمغت على تراب فلسطين. بطفولتي بقيت ألعب بالتراب، تراب فلسطين عشت أنا وياه.